سريع لانه حتى كمان الكلام ده انا معترض عليه. لما القوه الوطنيه طلبت من احد المرشحين من الدكتور محمد مرسي ان هو يعلن صراحه ويدعم الحزب في البرلمان في انه يعلن عن معايير اختيار الجمعيات التاسيسيه ان هم يوافقوا على نسب التصويت ان هم يعملوا لائحه بنسب التصويت ان يعلنوا ال100 شخصيه اللي هيعملوا الدستور قبل الانتخابات الرئاسيه كانت هي دي الضمانه الرئيسيه انه الاكثريه رغبه في انها تساهم في التطور الديمقراطي في مصر وانها مش بتسعى الى التكويش على مفاصل الدوله المصريه. كل من اجل ده يبقى هم يبقى الاكثريه بتحتفظ بالدستور في يدها كراهنه لانتهاء الانتخابات الرئاسيه. انا في تصوري بالنسبه للجمعيه التاسيسيه انها تصل الى طريق مسدود وانها سوف تصل الى في الحقيقه الى لا شيء ولن تشكل الجمعيه التاسيسيه. مش هنكتب دستور؟ ما انا هقول لك. اولا الطريق اللي ماشي فيه البرلمان احنا بقالنا 51 يوم بعد الحكم القضائي طيب على عوده ما انا اقول دستور 71 ده الخيار اللي المناسب جدا خيار ولا هم بيحطونا فيه لا ما اصل مشكله الذين يمارسون السلطه في المرحله الانتقاليه في مصر يصنعون خياراتهم بعيد عن الشعب بعيدا عن الشعب صحيح قد يكون هناك رد فعل للشعب في هذا الوقت في 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 توقيت معين او في وقت معين فيتصرفون تجاه هذا رد الفعل بمجرد ايه بفكره ايه القطعه قطعه يعني نحلها ازاي في الوقت الحالي الفكره ان البرلمان عندما اتجه مثلا على سبيل المثال عندما اتجه بعد 51 يوم من الحكم القضائي أولا الحكم القضائي فصل المعايير وحدد المعايير هو دلوقتي رايح يعمل قانون للجمعية التأسيسية فيدخل الجمعية التأسيسية في جدل دستوري وقانوني ما أنا مش هل يجوز ليه قانون ده لا يجوز لا يعني يجوز من الناحية الدستورية هو كنا بنعمل جمعية تأسيسية عادي في الأول هو طرحه لا يجوز يعني هو مين لا يجوز اللي اخترع الاختراع ده هو اللي اخترع الاختراع ده سابع على الكلام ده أنا بس سابع على الكلام ده وعايز أسأل حاجة مين بس اللي اختار حكايه القانون هل المجلس الاعلى للقوات المسلحه لجنه تشريعيه بهذا الغباء لو سمحت في اليوم التالي مباشره للاتفاق هل المجلس بالظبط في اليوم التالي هل المجلس الاعلى للقوات المسلحه بهذا الغباء ليضع جوهر التحول الديمقراطي اللي هو الجمعيات التاسيسيه كاملا في ايد البرلمان قضيه مستحيله انا رايي انه الاثنين هم اللي اجرما في حق المرحله الانتقاليه الاغلبيه البرلمانيه والمجلس الاعلى وده ما يجعل بعض يقول ان في هناك اتفاق لما يوم 19 مارس يبقى الاستفتاء على تعديل 8 مواد والغاء ماده ينتهي الى انه الماده 189 اصبحت الماده 60 الماده 189 كان بتقول ايه اللي استفتي عليها بنعم بتقول انه يدعو رئيس الجمهوريه لاول اجتماع للاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعيه التاسيسيه رئيس الجمهورية فيجي المجلس الأعلى يروح شايل لفظ رئيس الجمهورية ويحط المجلس الأعلى لأنه بقى في غرض والغرض مرض القضية أنه الطرف الآخر بقى روج إلى أنه العمل ده تعبير عن الإرادة الشعبية بينما الإرادة الشعبية بتاع 19 مارس أهدرت في الحقيقة لأنه كان مقتضاها استعادة الدستور 71 معدلا في 8 مواد ملغى في المادة 179 وبس راح هو الراجل اسقط دستور 71 وراح معدل الماده 109 وعمل اعلان دستوري وشوه الماده 189 اللي اصبحت الماده 60 وجعل العمليه ما بين الشريكين ده كل البرلمان القادم اللي معروف مين اللي هياخد اغلبيته والذي من سيدعوهم هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه وبالتالي وطبعا اطال العمليه الانتقاميه اللي اسمها المرحله الانتقاليه أطلها بحيث ينهك الشعب ونصل إلى نتائج الانتخابات البرلمانية اللي شفناها الحقيقة أنه أنا شايف أنه الجمعية التأسيسية هي بتعامل معاملة الغنيمة بين الغريمين المتوافقين اللي هو المجلس الأعلى والأغلبية وإحنا معصر ما بين الطرفين أنت شفت في الانتخابات البرلمانية كل القوى الوسطية في الشارع وكل القوى الليبرالية الإسلامية الوسطية والليبرالية دهست بسبب الاستقطاب اللي في الشارع اللي صنع اصطناعا لو كنا مشينا يعني انا ما يهمنيش الدستور اولا والانتخابات اولا انا يهمني المنطق لو كنا مشينا مع المنطق الاول اللي كان مطروح انه انتخابات برلمانيه في شهر 6 وهيبقى معاه وانتخابات رئيس في شهر 11
ثم يجتمع البرلمان بدعوة رئيس الجمهورية هو الأكدب عشان تشكيل الجامعات التأسيسية. كان إحنا عندنا في الحقيقة القوة الثورية في وسط الزخم الثوري كانت قادرة أنها تحقق كثير في شهر 6، لكن هم ما أجرهاش في شهر 6 عشان استنفاد قوى الثورة. النهاردة اللي بيتوقع بس دلوقتي ماذا سيحدث؟ ده لا يمنع أنه الجمعية التأسيسية اختصاص أصيل للبرلمان بغرفة مين اللي هو صار من التعديلات الدستورية هي نص المادة مخترعة ومصطنعة هي مادة يا دكتور يعني وضعها بشر بس التعديلات الدستورية في كل مرة كنا بنطالب بتعديل فخ فيها المادة 28 ولا المادة 60 ولا مين اللي كان بيدافع عنها؟ يعني أنا بس مش عايز الناس يعني الأغلبية البرلمانية كانت هي اللي روجت للتعديلات الدستورية والأغلبية البرلمانية هي لما قلنا غيروا المادة 28 قالوا يعني فمش عايزين الناس تبقى ناسية بس الأبعاد دي. الحاجة الثانية إذا كان الدستور دلوقتي ماذا سيحدث بعد انتخاب الرئيس؟ أنا كنت بقول يا فندم إذا كان ده واقع وإذا كان ده واقع بقى موجود بالتعديلات الدستورية، فمن أول ما التعديلات الدستورية أقرت اللي كان يقدر ينجز اللجنة التأسيسية من